السلام عليكم. تاني درس في الكورس بتاعنا CSS، وانا هتعلم هنا عليه على البرنامج الشهير اللي هو الدريم ويفر CS5. الدريم ويفر CS5، قبل بس ما اخش على البدايات بتاع CSS، عايز بس اعرفك ايه هي الانترفيس بتاعها عشان تقدر تتعامل مع البرنامج سريع كده. ما تيجي تضغط على دريم ويفر، بضغط عليها بيظهر لي البرنامج بالشكل ده. طيب انا عندي هنا HTML Cold Fashion PHP ASP CSS اهي، الجافا، كل ده لغات برمجة مختلفة بتقدر تتعامل فيها داخل الدريم ويفر. دريم ويفر برنامج عملاق بيقدر من خلاله تعمل ليد او تعمل كنترول لاي لغات برمجة في العالم، ما عدا طبعا الاكشن سكريبت اللي هي خاصة بفلاش. عندي هنا هكرية صفحة HTML بيظهر لي البرنامج بالشكل ده. طيب خليني اتعرف كده بسرعة على الكلام ده كله. دي التول بار ده ممكن ما يكونش عندك او ظاهر عندك، فهو من هنا كليك يمين هيظهر لك بالشكل ده. عندي اول حاجة بعرف اتعامل معاها كويس جدا لازم الكود والسبليت والديزاين. ده هو الكودينج داخل الصفحة. الصفحة اهي مش عليها، مش فيها، ما فيهاش اي حاجة خالص، بكتب فيها اي كلام بيظهر فين في المنطقة اهو، الكلام اهو معلم عليه هو جوه هنا. يبقى ده الكود داخل الصفحة. هنا دريم ويفر بيقول لك انت عايز الشاشة بتاعتك او الورك سبيس بتاعتك او مساحة العمل بتاعتك بالطريقة دي كودينج بس، ولا افصل لك بين الكود والديزاين اللي تعمله هنا يظهر هنا وتعمله هنا يظهر هنا، ولا ديزاين فقط. دي تلات تبات مهمة جدا جدا. تاني حاجة لازم اعمل اعرف اتعامل معها هو التايتل. التايتل ده عنوان الصفحة بتاعتي، وليكن مثلا تيست. بضغط، خد بالك بص هنا قبل ما اعمل انتر، بص هنا في الحتة دي هو اللي كان فوق، فبضغط انتر ظهر لي تيست. يبقى انا الويب بتاعتي هتبقى اسمها تيست. طيب هغير اسمها بقى لاندكس، انتر. يبقى دي تاني حاجة. تالت حاجة ال عندي القوائم دي لازم ابقى فاهمها، حاجات يعني اللي اقدر بيها تشغلني، مش لازم تبقى بروفيشنال اوي. ممكن ابقى اعمل بعد كده كورس الدريم ويفر والHTML، يعني اعلم الHTML من خلال برنامج دريم ويفر بقوة ان شاء الله. هنا القوائم دي كلها فيها امكانيات عظيمة قوي. هنا النيو وهنا الاوبن وهنا الكلام ده كله. خليني بقى اخش على الموضوع بتاعنا، ازاي تعمل صفحة CSS مع الHTML. انا عملت كده دلوقتي HTML عايز احفظها، بعمل كنترول اس وباجي بحفظها في الاكسرسايز فايلز، وهتلاقي الليفل 1 عندك CSS، وهتعمل فولدر اسمه مثلا فيرست ويب، دبل كليك جوه واسميه اندكس واقول سيف. يبقى انا سيفت ملف اسمه اندكس جوه الفولدر اللي انا قلت فيه. طيب يبقى هنا الاسم ظهر عندي فوق اهو. هعمل كده كليك يمين، هقول نيو، وهقول له اديني الفايل بتاعي يكون من النوع السي اس اس، واقول له كرييت. عمل لي الفايل. طيب انا عايز احفظ الفايل ده قبل ما اشتغل في الباس بتاعي او الفولدر بتاعي. هعمل كنترول اس واجي هنا وهعمل فولدر جوه الفولدر اللي انا عملته اسمه css، انتر، بسميه ستايل شيت مثلا، انتر. يبقى انا عندي اتنين، عندي ملف الاندكس بتاعي وعندي
الستايل شيت بتاعي. الفيديو الجاي هبدأ اخش فيه ازاي افهمك بقى على طول السي اس اس والمبادئ بتاعتها.